لبنان الرسمي والشعبي تحرك بعد التقارير الإعلامية المتتالية عن تلوث الشاطئ ووجود كميات كبيرة من مادة القطران النفطية المتجمدة بأحجام مختلفة، سببها التسرب النفطي من إحدى ناقلات النفط للعدو الإسرائيلي، مهددة الثروة البحرية ومحمية شاطئ صور والموسم السياحي، ولا سيما الشاطئ الشعبي للمدينة. وفي هذا الإطار انطلقت صباح السبت عند المدخل الجنوبي لمحمية شاطئ صور الطبيعية حملة تنظيف الشاطئ بحضور النواب عناية عز الدين علي خريس وحسين جشي ورئيس مركز البحوث العلمية معين حمزي ورئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن البوق ونائب القائد العام لكشافة الرسالة الإسلامية حسين عجمي والمفوض العام للجمعية حسين كرياني على رأس وفد من الجمعية ومشاركين من جمعيات بيئية وكشفية. عضو كتلة التنمية والتحرير النائب عناية عز الدين أكدت للأم بي أن أن خطوة الحملة تترافق مع إجراءات تلي نتائج مركز البحوث العلمية. اللي عم بصير اليوم هو اعتداء إسرائيلي جديد على لبنان بكل المواصفات، ونحن من أول نهار إلى جانب المتابعات المعالجة البيئية والمتابعات الأخرى داخل لبنان، نحن من أول نهار دوت الرئيس بري قال إنه نحن بانتظار التقرير النهائي اللي عم يحطه مجلس البحوث وتوثيق كل الاعتداءات والنتائج ممكن تصدر عنه لتقديم شكوى رسمية عبر القنوات الرسمية، وهذا موضوع كتير مهم أولاً لإدانة إسرائيل لأنه بكفي تفلت من العقاب من كل الجرائم اللي عم ترتكبها، ثانياً لحفظ حق لبنان بالتعويضات يلي ممكن تصدر عن هيك أمر. بده يتم إطلاق حملة التنظيف على الشاطئ المحمية بدءا من شاطئ المحمية، طبيعي سيشمل الشطوط الأخرى كلها واحد تلو الثاني بشكل الأنسب لإزالة التلوث البيئي ومنقذ الشط أيضا بناء للتوصيات العلمية اللي فيها المركز الوطني. المشاركون في الحملة أكدوا على أن الجهود المبذولة ستكون مضاعفة في الأيام المقبلة. كلمة دولة الرئيس لما دعانا كجمعية رسالة إسعاف صحي وكشفت رسالة إسلامية أنه نهب لتنظيف الشاطئ استعدينا، وكانت من الصبح الباكر شبابنا على جوزية كاملة. نحن رحنا لنعمل المسح بتكليف من المركز الوطني لعلوم البحار والمجلس الوطني للبحوث العلمية على كهوف الناقورة والبياضة. الحمد لله تبين أنه هيدي الكهوف كلها خالية من هيدا التلوث لأنه هي صارت الأمواج أعلى من باب هيدي الكهوف. اليوم نحن بنتشكر كل اللي واكبنا وكل اللي إجا من جمعيات ومن اتحادات ومن خصوصا كشافة الرسالة الإسلامية بتوجيهات من دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري. نحن اليوم عم نطلق هذه الحملة اللي هي لتنظيف الشاطئ المحمي وصولا إلى ناقورة ومن ثم رجوعا باتجاه الأسمي، وممكن كمان عم ينحكى الكشاف إنه يساعد بتنظيف بقية المناطق اللبنانية وصولا إلى الشمال. أهمية الحملة إنه هذه استجابة شعبية من كشافة الرسالة الإسلامية ومن الهيئات البيئية اللي موجودة بمنطقة سور، إجت دغري حسوا بخطورة التلوث اللي وصل من إسرائيل. هالتلوث هيدا إذا ما أمناه هلأ ما لح يكون بإمكاننا أنه نعالجه بالفترات القادمة. يذكر أن الحملة ستستمر لعدة أيام وسيشارك فيها إلى جانب اتحاد بلديات قضاء صور عدد من المنظمات الدولية، وتم الاتفاق على آلية التنظيف التي ستمول من قبل الاتحاد واليونيفيل والكتيبة الإيطالية العاملة في لبنان.